اسمي أسماء عرب، طالبة في السنة الثالثة علوم سياسية بكلية الحكمة علوم اقتصادية والاجتماعية، تابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط. قصتي مع كلية الحكمة بدأت في 2019 فاش تحت لي الفرصة ولوج واحدة من أبرز الجامعات المغربية. الولوج ديالي لهذه الجامعة أتاح لي الفرصة باش أنني نطور المكتسبات ديالي في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، العلاقات الدولية، الاقتصاد إلى آخره. الحاجة اللي كتميز كلية الحكمة على باقي المدارس الأخرى هو انفتاحها على الدول الأخرى. الحاجة اللي خولت لي في السنة الثالثة ديالي باش أنني نمشي لأن سيمستر ديشانج في شونس بوليل، واحدة من أبرز الجامعات الفرنسية المتخصصة في العلوم السياسية. تجربة اللي أثرت عليا بزاف، سواء من ناحية الأكاديمية ولا من ناحية الشخصية. من ناحية الأكاديمية بحيث أنها كانت فرصة اللي أتاحت لي نتعرف على سيستم بوليتيك جديد، على نمط تفكير جديد في السياسة. ومن ناحية الشخصية سيتيت اون اكسبيريونس اللي خلاتني نتلاقى بناس من ثقافات وحدين اخرين، اللي خلاتني نعيش مفهوم التعايش بين الثقافات والديانات. وكانت كذلك فرصة اللي خلاتني ندوي على بلادي، نعرف الثقافة المغربية ديالنا للناس من الدول الاخرى. رسالة ديالي للناس اللي مقبلين على البكالوريا: إلا كنتو مهتمين بالعلوم السياسية، إلا كنتو دائما كتسألوا كيفاش هاد السياسة تخات، علاش هاد القرار تخاد وماشي هذا، في كلية الحكمة غتلقاو أجوبة للأسئلة ديالكم.